الله يطول عمرك ويسلمك. نبي نبدأ في أسئلتنا يا أبو فارس. تفضل. حنا فيه اختلاف في ساحة الإنشاد عن أول شخص شل أو قال من شعر. أنت طبعا ما يختلف عليك اثنين أنك شاعر ومنشد، وفي اختلاف أنك في سنة 1428 هجري أنك شليت في مزاين ومرقيبة، وكان أول انطلاقة عندك أنت. في ناس يقول عند أبو فارس وفي ناس يقول عند غيره، وش تعرج أبو فارس على الموضوع ذا؟ والله شوف، الإنشاد هو حنا كبيئة بدوية، أغلب البيئة الوطن العربي بشكل عام بيئة تنتمي للبداوة بشكل أو بآخر، وبالذات السعودية عندنا، يعني غالبا ما يغني الناس في أغلب أوقاتهم اللي يكونوا فيها، فتحديد وقت معين ما فيه. لكن يعني أنا أذكر وأنا ما في اللحظة هذه يعني ما أنسب شيء معين، إن تقريبا في عام 2002-2003 كان أول يمكن صوتية انتشرت، كانت وجوك غنيتها أنا وصالح المانعة. أنا صراحة لا أجزم هل في أحد قبلنا يعني على مستوى الإعلام اللي هو السوشيال ميديا، سواء البلوتوث هذيك الأيام ولا الوسائل الأخرى، عام 2002-2003 قبل حتى مزاين ومرقيب، هذا اللي أذكره أنا. أنا ما هنا ما هو بأساس أني أرخ شيء معين، لكن فقط لإثبات حادثة يعني صارت في التاريخ هذا فقط. الله يطول عمرك. أشوف أنه جواب مقنع، والله يطول عمرك ويسلمك. زين أبو فارس، اللي نعرفه أنك مسكت مسابقات كثير وعضو لجنة التحكيم في أعذب الأصوات وفي مواسمه كلها وفي المنكوس، ما حنا في مجال شعري وفي لجنة تحكيم ومسابقة، أنت شاعر ومنشد، نبي رأيك. أنت جيت في لجنة التحكيم في أعذب الأصوات، وش تقول أقوى تلجين، لجنة الشعر ولا أعذب الأصوات؟ وش تشوف التقارن بينها والمستويات في التلجين؟ والله شوف، من ناحية طبعا الشعر له مقومات معينة وأركان معينة، والإنشاد نفس العملية يعتمد على يعني مقومات معينة تكون في المنشد، ولكن أعتقد أن ضروب الشعر أنها أصعب. والله مو على أساس الجماعة يسمعون، لكن فعلا بناء القصيدة المتكاملة فيها أركان كثيرة وفيها سبكات وحفكات، فيها تلاعب بالألفاظ، وهذه أمور كثيرة، لكن ربما يعني الصوت يعتمد على ثلاث خاصيات أو أربع خاصيات بالكثير، بينما القصيدة بناء القصيدة النموذجية المتكاملة أعتقد أنها تحتاج يعني تركيز كبير جدا جدا، وبالذات حتى في اختلاف اللهجات أحيانا ربما يكون فيه إخلال في وزن، يعتقد بعض المحكمين أن فيه إخلال بينما هي لهجة معينة، بعض اللهجات تنطق المفردة بالشكل هذا عندنا، هنا الجهة الثانية ما تنطق عندها. هذه من ضمن العقبات اللي تواجه لجان التحكيم، ولكن اللجنة الموجودين الآن قدامنا هم يعني من الناس اللي تقريبا زاروا مناطق المملكة كلها ويعرفون تقريبا جميع الثقافات واللهجات الموجودة، وما أعتقد إن شاء الله عندهم أي مشكلة. الله يطول عمرك ويسلمك. زين أبو فارس، أنا بسألك سؤال كثر الجدل فيه بين المنشدين وبين الشعراء، كونك منشد قوي وشاعر قوي، وش تشوف أن من اللي خدم، المنشد اللي خدم الشاعر ولا الشاعر اللي خدم المنشد؟ طبعا في الحالتين أنت بيكون جوابك مستفيد، أنت شاعر قوي ومنشد قوي. طيب، وش تشوف؟ والله شوف، هي تعتمد على المتلقي، الشخص اللي تلقى العمل هذا. في ناس عندهم ذائقة مرتفعة فتلقاه يركز على القصيدة يعني، ويكون معها اللحن مساعد في 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 طريقة يعني استساغته للحن أو العمل أو لا. نفس العملية إذا كان المتلقي منشد راح يركز على اللحن أكثر منه، لأن أنا أحيانا أسمع ناس يسمعون لهم شلات وألقاه مفردة أعرف أنها صعبة ما يعرفها، فأسأل أقول أنت عرفت الكلام هذا وش قصته في المفردة هذه؟ يقول له والله ما أعرفها، بس يسمع اللحن وهو على الإيقاع اللي قاعد يسمعها لنا. فالعمل المتكامل المفروض أنه يكون شعري ولحن وأداء يعني من جميع الطرفين، وهذا ترى معرفة ما يبدو بالمسيرة، لكن هذا الصحيح. زين أبو فارس، قل لا إله إلا الله، أنا أبي جواب مقنع يفكني منعطف طريق. قدامك طريقين، شاعر ومنشد. في ناس يقولون لولا الشاعر ما غنى المنشد. زين المنشد بيقول لولا المنشد ما كتب الشاعر؟ والله هل الحقي والله يا عفان، ان انا قلت لك مو بدبلوماسي، والله مو بدبلوماسي، فعلا العمل متكامل، ان المفروض انه يكون كلمات جيده ولحن جيد، لان سمعت الحان يعني الحان ما شاء الله تبارك وادائها كان ممتاز مره، كانت الكلمات اقل بكثير
من قوة اللحن، ولذلك أنا شفتها منتقصة قدامي. فأعتقد أن العمل المتكامل صراحة، الشخص اللي يبحث عن العمل المتكامل لازم يتعب على القصيدة ولازم يتعب على والنجاح يعني 50% 50% تقريبا 50% 50%. الله يطول عمرك يا أبو فارس. عمرك زين. نبي نسمع من صوت كل مبطين منه وكلنا من جماهيره، نبي أنا من أهل الهوى. أنا من أهل الهوى والله قد قلتها كم مرة. نبي نسمعها وحنا من جماهيرها يا أبو فارس. أبشر أبشر. إن كان ما